شو أول شيء بيخطر ببالكم لما تسمعوا كلمة نيويورك؟ نيويورك أمريكا فوراً بيخطر بذهنكم معظمكم، يعني يمكن إنه تايم سكوير، أبراج، تعبة، نظافة، كل شيء حلو، كل شيء من أحسنه، بلد متطور على الآخر. بس الحقيقة مو هيك، الحقيقة إنه هي من السماء هيك بتبين، من الطيارة هيك بتبين، لكن على الأرض هيك زبالة، جرادين، فيران، ما في أمان أبداً. تخيلوا إنه كذا مرة كانوا رح يتجلحون عينك كنت عينك ويتسلبطوا علينا ويسرقونا. أبداً ما في أمان، واجهات المحلات أغلبها مخردقة بالرصاص. ما بعرف على شو ليش العالم قال يعني مبسوطين هيك، إنه مختمين السعادة، قال كلاتهم بالتايم سكوير عم يحششوا ريحة حشيش بكل مكان، شيء بيخنق، شيء بيخلي الواحد يغط على قلبه. وريحة المجاري، البرغش، الفيران، الجرادين، يعني هيك قال مبسوطين انه ايه، قال اغاني يعني ضجة، وعم يعملوا الوان الوان بكل مكان، شيء بيقرف وحياة الله. يعني قال يعني هيك انه خلاص ختموا السعادة. انا كنت بدبي واجيت على نيويورك زيارة سريعة يومين قبل ما ارجع على كندا. الفرق بين دبي ونيويورك، يا لطيف يا لطيف. دبي نظافة، أطافة، جمال، بيعتنوا كتير بالرفاهية، بالمظهر الخارجي، بالنظافة. يعني السوريين كمان هناك كتير أضفوا على هالبلد ذوق وجمال، لقمة طيبة، شيء حلو، مناظر حلوة، أشكال حلوة، مع احترامي لباقي الجنسيات. بس عن جد بتعرفوا أنتوا السوريين وين ما راحوا ذوق وشغيلين، فيعني بتحس انه في شيء اذا رحت تعمل فيكيشن هونيك، في مقابل، في لقمه طيبه، في هيك شيء حلو بيفتح النفس، في شيء بيشبهك. فبصراحه انا اللي عم شوفه يعني انه المستقبل للخليج العربي، يعني والله اعلم هذا اللي عم شوفه انا، هيك عم حس. فاللي عنده بلان او هيك حاطط بباله يعمل فيكيشن بالتايم سكوير او بنيويورك يكنسلها، لانه رح يحط مصاري على الفاضي ورح يندم. ما في شيء انترستينج، وما في شيء حلو، وما في شيء بيستاهل. روحوا على الخليج.